العراق يرغب بعد انتهاء حربه مع العصابات الارهابيه ان يستثمر القوات الامنيه في ذلك. لهذا توجد نقطه شروع اساسيه، قضيه الاستثمار في محافظه السماوه والصحراء التي بدا بها الحشد الشعبي وبدا بقضيه الزراعه، تشابه الجغرافيا. لهذا هنالك بعض المنتجات التي يرغب العراق في جلبها من الصحراء تم وجودها في سيناء وفي غيرها من المناطق، والتعامل معها بشكل مباشر والتعامل مع الخبرات المصريه بهذا المجال. هذا قطاع. القطاع الثاني والاساسي التعامل في موضوع إعادة الإعمار والتعامل بقوة مع شركات لها إمكانية إعطاء سقوف معروفة. الشركات المصرية معروفة في مجال إعادة الإعمار. قلت لك هي خاصة أنه تنطلق من المؤسسة الأمنية التي تتشابه بشكل مهم. قطاع الطاقة تعرف العراق خطأ العراق خطأ خطوات مهمة وأساسية بهذا الموضوع، وحاول أنه يحلحل هذه النقطة، ولا سيما ما أشار إلى ضيفك وموضوع استثمار الطاقات الشمسية والطاقات البديلة واستثمار الغاز المصاحب وغيرها من الفعاليات. بالأخير هذه النقاط أساسية يدرك الجميع أهمية التعاون معها. هذه ليس فقط للعراق ومصر، العراق ومصر ممكن أن يكون نقطة انطلاق إلى ما تبقى من غرب آسيا، الخليج بشكل كامل، لبنان، الأردن، هذه المناطق كلها بحاجة إلى التفاهمات التي تنطلق باقتصاد مشترك ينمو بحالة من الاستقرار. حالة الاستقرار السياسي اليوم التي يمر بها الجميع، تعرف الأريحية التي تمر بها الحكومة اليوم أنها تستطيع أن تتعامل مع مشاريع استراتيجية لطويلة المدى. صحيح. لأن اليوم لديها موازنة مستقرة ل3 سنوات. تمام. واستقرارها بهذه الموازنة مع وجود ضمانات اقتصادية على أقل تقدير باستقرار السوق من ناحية بيع النفط وسعر الصرف وغير هذه الفعاليات الأساسية، هذه كلها قد تدفع إلى حالة ليس فقط تشابك اقتصادي إنما ينتقل إلى حالة تنمية مشتركة.